الأسرة الأساس المتين لأي مجتمع، وهي المسؤولة عن تنشئة الفرد التنشئة السليمة وتوفير البيئة الأسرية الآمنة لأفرادها. وجاء تأسيس المجلس الوطني لشؤون الأسرة خلال العام 2001 كهيئة أهلية مستقلة لتعنى بتحسين مستوى نوعية حياة الأسرة الأردنية وأفرادها من خلال رؤية وطنية تدعم السياسات التنموية. يولي المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبتوجيهات من صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة رئيسة مجلس الأمناء أهمية كبيرة لمرحلة الطفولة، ومن هون بدأ المجلس منذ العام 2010 بالتعاون مع برنامج الخليج العربي للتنمية باستهداف 10 حضانات لتأهيلها أو إنشاء حضانات جديدة. تطور هذا المشروع للعمل مع وزارة العمل وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لإنشاء 80 حضانة في القطاع الخاص، ثم استهدفنا فيها القطاع العام. أنجزنا لغاية الآن 50 حضانة في القطاع العام و14 حضانة في القطاع الخاص. تعزز هذا المشروع إما لإنشاء حضانات جديدة أو لمؤسسة التدريب، وذلك من خلال التعاون مع جمعية الخدمة الجامعية العالمية في كندا ضمن مشروع التمكين الاقتصادي والتطوير الوظيفي للمرأة في الأردن والممول من الحكومة الكندية. هدفنا في هذا المشروع إيجاد حضانات ذات معايير جيدة للأطفال، توفير فرص عمل للخريجات التخصصات التربوية والاجتماعية، وأيضا عدم خروج المرأة من سوق العمل وبالعكس تشجيعها للدخول في سوق العمل. وجود الحضانة مكان شغلي هو السبب الرئيسي اللي شجعني أجي أشتغل، لأنه صراحة ما كنت عارفة وين بدي أحط أولادي، والحمد لله الحضانة أمنت لي مكان آمن لابني، بقدر أطمن عليه وأسأل عنه بأي وقت بصح لي في مكان شغلي. أكثر إشي مهم إنها مجانا، ما بتكلفك أي تكاليف مادية. شغلي خلاني أساعد زوجي، أولادي، بيتي، ألبي احتياجات المنزل كاملة، والحمد لله رب العالمين قادر أوفق بين شغلي وعملي وبيتي. الشغل أمن لي راحة نفسية وأصدقاء جدد رائعين جدا. تضمن المشروع عدداً من المخرجات الهامة، ومن ذلك تطوير دليل الأنشطة لمقدمات الرعاية للأطفال، وتدريب 709 فتيات من الحاصلات على مؤهلات علمية في تخصصات الطفولة والتخصصات الراكدة في ديوان الخدمة المدنية، بناءً على أسس علمية تراعي المهارات النمائية عند الأطفال لضمان جودة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأطفال، بالإضافة إلى تشغيل 356 فتاة أردنية في الحضانات المنشأة في المشروع، مما ساهم في تمكينهن اقتصادياً ودعم مشاركتهن الاجتماعية. أنا خريجة من ضمن خريجات 2006، كنت متفائلة كثير إني بعد تخرج مباشرة أحصل على وظيفة حقيقية، لكن للأسف مر علي سنين من دون ما أشتغل. كان يوم يمر كثير طويل بدون فائدة بدون إنجاز، وكانت نفسيتي مو مرتاحة. وفي يوم سمعت إنه المجلس الوطني لشؤون الأسرة عم يعطي دورة تدريب وتأهيل مقدمين الرعاية في الحضانات لمهارات الطفولة المبكرة. فعلاً حكيت بدي أروح أقدم، مو غلط أستفيد. فعلاً قدمت وعلمونا مهارات كتير بتفيد بتنمية الطفل من ناحية الحركية، من ناحية اللغوية، من ناحية الاجتماعية، ومن ناحية الانفعالية. وبعد ما أنهينا الدورة أمنونا بشغل، وهلأ أنا إلي سنة بشتغل في الحضانة. صار في عندي استقرار، صارت نفسيتي أحسن بكتير، اتطورت كتير بالتعامل مع الأطفال، حتى انعكس بالتعامل مع أطفالي في المنزل. صرت أتعرف على أهالي الأطفال، على وجوه جديدة، بالإضافة أنه تحسن الوضع المادي وصرت ألبي احتياجاتي الخاصة وأساهم بالمصروف مع عائلتي. وتستمر المسيرة والعمل بيد واحدة مع كافة الشركاء مجسدين شعار هوية أردنية رؤية عالمية.